تركيبه وسائل انقاص الوزن من رجيمات لرياضه لعمليات تجميل، ولكن مع تطور العصر تم اكتشاف وسائل واليات ونمط حياه بيساعد على خساره الوزن بشكل اسرع خاصه بالغذاء. هلا فصل الشتاء رنا معترف عليه انه هو فصل اكتساب الدهون، ونحتار كيف بدنا نروح الدهون او حتى ما نكتسبها من الاصل، فشو هو النظام الغذائي الامثل لفصل الشتاء؟ شو هو السر اللي بخلينا بثلاث ايام ننقص وزن او نعمل شوك للجسم؟ وشو يعني دهون بنية ودهون بيضاء؟ وشو الفرق بيناتها؟ كل هالتفاصيل رح تخبرنا عنها الدكتورة ثواب الغبرة أخصائية التغذية. يسعد صباحك دكتورة، اشتقنا لك. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيكي معنا، نورتينا اليوم. الله يخليك. خلينا نبدأ، يعني نعرف أنه يمكن بس نسمع كلمة ثلاث أيام أغلب الناس صارت تخاف، لأنه صاروا يقولوا أنه هي الرجيمات هي بس حكي بس كلام، ممكن واحد يخسر وزن أول شيء بعدين يبطل يخسر وزن. خلينا نحكي على الطرق الداعمة اللي هي بتساعد على إنقاص الوزن، بالإضافة أكيد لطرق الثانية بغض النظر عن الحميات الآسية. أول شيء صباح الخير، يسعد صباحكم. يا أهلا وسهلا. هلا الفكرة يعني هلا عم يتطور العلم بطريقة حيث يناسب شيء اسمه النتائج الطبيعة للإنسانية كبشر نحن. هلا رب العالمين شو بيقول لنا بكتابه الكريم؟ خلق الإنسان عجولة. وقت تجي بدك تقولي له للإنسان يعني أنت معك بدك تعمل لسنة حمية متوازنة شوي شوي نزول بطيء هالأمور هي كلياتها، عمليا وقت بتلاقي بعياداتنا بنتفرج على هالحالات هي ما عم تتحمل انه شيء اسمه تنزيل وزن بشيء اسمه جرامين ثلاثة على المدى البعيد، بتلاقي النتيجة الفورية هي السليمة الآمنة. مو يعني انه نحن عم نحكي عن حميات تبعات الحوادث اللي هي بتدمر الخلية الدهنية، لا، لكن الفكرة وقت بيشوف الإنسان نتيجة معينة بالجسم بصير بتشجع، مثل ما بنقول طعم لإنقاص والتشجيع على تنزيل الوزن. مو يعني كمان انه نحن هذا هي الخطوة هي اللي بنساويها وبس، يعني فيه اسمها خطوات متتابعة وهالأمور هيك كلياتها. مثل ما حكيته بالمقدمة هي الدهون البيضاء والدهون البنية، كل يوم عن يوم عم يتطور العلم وعم يكتشف أسرار جديدة بالجسم كيف إنه نحن نخسر وزننا، غير إنه فقط إنه نحن نزلنا الأكل أو كثرنا الأكل أو قللنا الحركة أو كثرنا الحركة، في أشياء سحرية وساحرة. في مقال قريته بفترة إنه كيف تنقص وزنك بذكاء مع جسمك. فهذا الإنقاص الوزن بذكاء اليوم رح نحكي عنه اليوم. تمام، رح نحكي عنه مطولا لأنه بهم أكيد كل المشاهدات والمشاهدين. طيب ذكرتي مصطلحين، الدهون البنية والدهون البيضاء، شو الفرق بيناتهم؟ هن تركيبتهم نفسها ولكن بيختلفوا بس باللون، وين بيتواجد كل نمط من الأنماط؟ بالضبط. هلا وجدوا العلماء في نوعين الخلايا الدهنية تتراكم بجسم الإنسان تختلف طبائع الكيميائية بشكل بسيط عن بعضها البعض رغم أنها كلها تصنف من الخلايا الدهنية بالجسم. هلا الدهون البنية والدهون البيضاء، الدهون البنية وجدوا أنها بتتراكم بجسم الإنسان بنسبة تقريبا بين 5-7%. هي الدهون البنية مثل قداحة الشعر للدهون البيضاء. فالفكرة كل ما كانت زادت نسبتها هي الدهون البنية كل ما زاد نسبة عملية الميتابوليزم والحرق بجسم. تختلف بين الناس اللي عندها جينات السمنة وبين الناس اللي عندها أساسا بالعامل الوراثي عندها عامل التخزين عالي. تكتسب بالمراحل الجينية بجسم الإنسان وبيقدر الإنسان يطورها. إذا ازدادت هاي نسبة الدهون البنية نسبة 2% بيقدر الإنسان يخسر أكثر من بين 12 كيلو لل 15 كيلو في عام واحد. حلو. فهي النسبة والدراسات هلأ اللي عم تعمل عليها إنه كيف أنت تكتر الدهون البنية داخل الجسم حتى تقدر الدهون البيضاء تتحرك وتحترق. مثل كيف عنا بالكيمياء في عندك يا عناصر عادية وفي عناصر فعالة، تنجز الطبخة كليات عناصر معينة بسيطة هي الأكتف تبعنا. يعني بالنسبة لي أنا هي نفس الشيء الدهون البنية، وجايين اليوم نحكي عن كيف نحن بنقدر نكثرها. رح نحكي أكيد مفصلا. نحن اليوم عم نحكي على طرق جديدة وعلى إنقاص الوزن بذكاء مثل ما ذكرتي دكتورة، لأنه في كتير نسمع عن رجيمات واحد ممكن ينقص وزن عليها ولكن هو ممكن يكون عم يضر جسمه، عم ينقص فيتامينات معادة معينة جسمه أكيد بيحتاجها. خلينا نحكي نحن كيف بنزيد من الدهون البنية وبنقدر عن طريقة نحرق الدهون البيضاء. هلا اللي حيتفاجئوا اخواننا المستمعين اني انا ما رح اعطي وصفة غذائية، يعني تقريبا بدك تقولي شبه غذائية. هلا في قاعدة بزيادة نسبة الدهون البنية انه
استحم بالماء البارد واشرب الماء الساخن. خلي الخلايا بالجسم عندك، يمكن هلا فصل الشتاء ما يعجبون كثير المستمعين، لكن الفكره الاستحمام بالماء البارد نوعا ما بيعمل عندي تكاثر للخلايا البنيه، لانه في عندنا ترموميتر داخل جسم الانسان الحراره فيها داخليا 37. سقوط ماء بارد على جسم الانسان بده يعمل تعادل فوري، فبيتحفز الدماغ انه يعمل عندك من الخلايا من الغده الصنوبريه تعطي اوامر بتبلش انه يتحول قسم من هاي الخلايا الدنيا البيضاء لقسم منها لبني لتعمل معادله للترموميتر تبع الجسم. فهي اول نقطه، اذا انا مالي قدراني اني انا احط مي بارده بفصل الشتاء على جسمي وهالقصص هاي كلياتها، في الفكره الاساسيه اني انا اخر شوي اخر عادي بهذا الحمام اني يكون اضع ما اقل بروده من اللي كنت عم استخدمه سابقا. هذا الاختلاف الحراري بشكل لطيف، طبعا احنا ما بدنا نريد للعالم تقرب هلا ما كانوا يعملوا اهل اول طاسه بارده طاسه سخنه، نتيجه رائعه جدا لانقاص الوزن على فكره. له كثير بتلاقي على المدى البعيد حفز لك انقاص الوزن. اذا ما قدرنا على هالحاله هي اشرب الماء الساخن. هلا اول نصيحه بعطيها للانثى بعد ما تولد انه اياها والعصائر البارده، تنسى المشروب البارد حتى لو كان بعز الصيف. اشرب مشروب ساخن عندي المي السخنة تدفيها شوي، كمان تعمل اختلاف حراري. الاختلافات الحرارية هي الدهون البنية أساسا مسؤولة عن الثبات الحراري في جسم الإنسان، هي تلعبي فيها وتزداد نسبتها. برجع بقول من دون ما أنا أعمل أي جهد أو أي رجيم أو أي دايت معين، فأي أول قاعدة شو أقول إنه استحم بالماء البارد ولو كان لو قليل شوي، وكمان تناول ادخل على جسمك ماء ساخن. هلأ أنا بالنسبة لي هي أول قاعدة، عندما تجوع لا تأكل فورا. يعني أنا معك، أنا مثلا جعت جاية بدي هي أول إحساس الفترة اللي بين منطقة الجوع الأوامر اللي بيعطيها دماغك، لأنك أنت للمعدة تروحي تعصر المادة الحامضية حتى تولد لك الجوع، لا تستجيبي لأمر الدماغ فورا. يعني مو كل ما أنا جعت مو يعني إني أنا ما حطعميك، لكن استنى شيء تقريبا فترة نص ساعة هون بتتحرك الخلايا الدهنية البنية على جسمك حتى تعود عندي اياها ما شيء اسمه صغرت ما بين الجوع ما بين تناول الطعام ورفع سكر الدم. هاي الاشياء كلها بتعمل عندي اياها انقاص وزن وانت مالك حاسس. الشيء الثاني، امضغ لقمتك تقريبا اكثر من ما انت وقت بتبلعها بمرتين. يعني انا نفرض اني انا بحط لقمتي بالتم قبل ما ابلعها بتاخذ معي تقريبا 20 ثانيه لابلعها، لا ساويها 30 ثانيه. مزج اللعاب مع الاكل بيرفع نسبه معدل الدهون البنيه بالجسم وبقلل افراز الانسولين فجاه هو اللي بيقلل معدل الدهون البنيه بالجسم. هي الاشياء هي مثل ما قلت، لا انا عملت فيها لسه لا دايت ولا قدرت اني انا احرم حالي ولا اثرت على جملتي العصبيه، لانه نحن بنعرف انقاص الوزن وعمليات الحميات والاستمرار الطويل قديش مجهده للجهاز العصبي. فهي الاشياء البسيطه بتعمل لك مثل ما بيقولوا حجار شطرنج لتحريك الدهن اليابس بالجسم، وعلى المدى البعيد بتلاقي في تغير بالوزن والشكل والقوام. تمام، هي على المدى البعيد، على المدى القريب مع المدى البعيد. يعني هاي الاشياء البسيطه اللي انا مثلا ممكن اني اغير حياتي فيها بشهر واحد، ممكن دون ما انا اعمل شيء لا يعني فرق بالوزن تقريبا كزياده. هي قصة مثل ما ذكرتي دكتوره ذكاء، يعني كيف نحن بنتصرف بذكاء مع اكلنا مع عاداتنا مع اللايف ستايل تبعنا. ممكن نحن اذا نقصنا عنصر او عنصرين بالمشروب تبعنا كل يوم نخسر 3 كيلوغرام بتلاقي ثاني نهار او ثالث نهار تجاوب جسمك على الميزان، يعني بعد ما كانت حميات معدنيه ما تحركوا، يعني حميات قاسيه جدا ما تحركوا. فالفكره وقت يصير ريلاكس الجسم وتعامل بجسم باسلوب غير اكل واشرب وامتنع وما امتنع، بتلاقي لف الجسم وبتلاقيك حطيت له الباسورد تبعه. تمام. طب دكتوره، في انظمه غذائيه بتعتمد على الصدمه، يعني بيكون الجسم عم يكون المنحني تبع انقاص الوزن بهبوط بيوصل لعتبه ما عاد يهبط، بيحتاج لشيء اسمه صدمه بتعملوها كاخصائيه تغذيه. شو هي هاي الصدمه اللي بتنقص الوزن 3 كيلوغرام او 4 كيلوغرام بغضون اسبوع؟ هلا انا ما فيني احدد 3 و2 كيلو حسب كل واحد وزيادته، هي اول نقطه. بس الفكره بالفعل في صدمات بنعملها، وهلا نحن عم نشيع شيء اسمه ظاهره الحميات قصيرة المدى كبيرة المفعول، ونعمل حميات اسمها تثبيت وزن محافظة على هالحميات اللي عملتها الصدمة أكثر ما نعمل حميات طويلة المدى، لأنه برجع بقول لك الإنسان طبيعته ملولة
والنقطة الثانية ما بيصدق إلا أنت وقت بتحسه بتحطه بشيء اسمه قائمة الحصر إنه يأكل على قائمة، كتير بينزعج الدماغ اللاواعي بهالنقطة هاي. هلا الفكرة اللي هي الريجيمات الصدمة هي ريجيمات حديثة وجدت لشيء اسمه نتائج نوعا ما سريعة نوعا ما، لكن تعرف كيف تحافظ عليه بعد الصدمة. هلا هنحكي عن هالحمية وحنحكي ما بعد عن الحمية، لأنه الشطارة ما بعد الحمية تحافظ على هالحمية. المشاهدين تسوقوا فورا حمية الصدمة كيف؟ هلا هي هالحمية هاي بتعتمد على شيء نظام اسمه مدة 3 أيام، تعتمد على إدخال مادة معينة من الفواكه، لنفرض تفاح قبل مادة البروتين. هاي مثلا سكر الفواكه إدخاله قبل البروتين، رب العالمين بأن وفاكهة وأبضع والفاكهة قبل اللحم. وجدوا العلماء دخول الفاكهة قبل اللحم يتحول قسم من سكر هذه الفواكه إلى خل، ووجدوها بعد ما تنحوض عندي بعد البروتين تتحول لشي مادة اسمها غولية كحولية تقدر تخمر البطن وبتعرف تعمل عفونة بطن، وهي عم تعمل مشاكل كولون على المدى البعيد. لقطوا هالنقطة هاي كلياتها وبلشوا بحميات توجد الفاكهة قبل البروتين. فمثلا عندي كمثال معين هاي الحمية، مثلا إذا أخذنا فطورة مثلا 2 تفاحة مع فنجان حليب أو نسكافيه في حليب أو فنجان القهوة تبعي صباحا، أو تفاحة قبل يعني بعدها بيجي تناول بيضة معينة، شوف لاحظ البروتين شلون بده يمشي بترافق مع الفاكهة. بالغدا عندي 2 تفاحة مع طبق سلطة وقطع الدجاج مشوي مقلي اللي هو. هلا بالعشاء 2 تفاحة مع كوب عيران، تمام؟ هالعيران هذا اللبن فينا نعمل عليه عصرة ليمونة كتير رائعة لتوازن فلورة الأمعاء. هذا التفاح مو حاططه لتنكيه درس مريضي، لا أنا حاططه أصلا لشيء أعمل حرق لداخل هالبرنامج هذا شيء معين. فهذا أنا حطيته قبل 5 دقائق من الوجبة عندي، جعت عيد الوجبة من دون إعادة الخبز، الخبز بسمح فيه فقط بفترة الغداء. هذا تكرر عندي 3 أيام. في ناس فيها بتعملوا حمية 6 أيام، تقيم الدجاج بتحطونة أو بيض مقلي، ما عندي مشكلة حتى لو كان مقلي، أنا ما ضغم دهون كلية يعني. يا عيني عليك. دخول فاكهة قبل البروتين بيعمل شيء سحري بمنطقة البطن بالدهون المتراكمة. الخل بحد ذاته وقت بتصنعيه انت بجسمك غير وقت بتفوتيه خارج جسمك، الجسم بيعمل توازن حيوي عليه وبيعرف بالضبط لوين وجهه. فالفكرة الأساسية بتلاقي بطن مسطح من نتيجته، هذا بيعمل انقاص سحري بالميزان. يعني أنا بحب الإنسان ينبسط على حاله بعد ما يعمل هالشي، لكن هذا الشيء مو كافي. أنا برجع بقول بعد هالحمية لازم فورا يوم فري، يعني هذا اليوم الفري يأكل فيه باعتدال، لكن يقطع الخبز نهائيا بجسمه ويأكل الأكل اللي بده إياها. مو ضد المواد النشوية، في يأكل بطاطا، في يأكل رز بكمية معتدلة، لكن هو هذا الإنسان حيعمل الفري وخايف على نتيجته لهذا النظام. حيعيد هذا الشيء مثل ما قلنا، قامل الجاج حط قطع بروتين يوم أو 3 أيام، بيحب يعمل يومين فري بعده أو يكرر العملية، رح يلاقي إنه صارت حياته إنه ما عاد يقدر يتركه من كتر نتائجه حلوة. النقطة الثانية وقت الإنسان مثلا بيلاقي شوك كليين على ميزانه وصلوا تقريبا عم يكسر فيهم شي شهر وشهر ونص وما عم يلاقيهم، بحافظ عليهم مثل عين الرمداني. فأنا كتير بحب الأنظمة، لكن على المدى البعيد بدي إياها تشلون المراقبة هي اللي بتثبت تنزيل هذا الوزن. يعني بده ينتبه بصير لحاله، أنا وقت تكون عندي عسارة بالتنزيل غير وقت كسرها وحافظ عليها، فأنا بلاقي هي المراقبة هي فن تثبيت الوزن. صحيح، تمام. نعيده سريعا دكتورة قبل ما ننتقل لرأي الشارع السوري. نحن بنعتمد حصة فاكهة وبعدين بروتين. على السريع الفطور 2 تفاحة مع كباية نسكافيه أو فنجان قهوة أو فنجان حليب. هلا الغدا 2 تفاحة، سلطة قطع الدجاج مشوي مقلي بالكمية اللي بيتناسبون، بس الخبز المحدد يضيف خبز أسمر ما بدي إياه أكثر، وإذا بلا أحسن. العشاء 2 تفاحة مع كوب عيران، العيران عليه عصرة ليمونة مشان توازن فلورة الأمعاء. هذا بيتكرر 3 أيام، فينا ناخذ في يوم فري بعده نرجع نكرر النظام، بنقيم الدجاج بنحط عواضه يا بيض مقلي يا اما تونه. هذا نظام رائع جدا لانقاص الوزن، اذا ترافق معه مشروب من القرفه هلا بفصل الشتاء رائع جدا، خاصة إذا كان إجا بعد وجبة الغداء. يعني شاي وقرفة مثلا؟ شاي وقرفة، شاي أخضر وقرفة، أي شيء من زهوراتنا الحلوة فعلي فيها قرفة رائع جدا لإنقاص الوزن، وبتعطي حرارة عالية جدا القرفة وطاقة. تمام. بس لحتى نكون دقيقين أكثر، نحن بناخذ التفاح قبل 5 دقائق من الوجبة، والتفاحتين إذا صاروا تفاحتين بهذا المعدل رائع جدا. أنا مو ضد إني أنا مثلا تشبعت تفاح ما تقدر تاكل أكثر، لأنه باليوم الثالث حتلاقي ما كثير صار عندك شهية للتفاح، خرطة أو خرطتين، بس كل ما التزمت بهذا الرقم كل ما أنت لقيت
تفاجأت بحرقوا لهالبرنامج هذا. لا النتائج أحسن. طيب دكتورة نحن سألنا الشارع السوري عن هذا الموضوع لحتى نشوف رأيهم نحن وياكي والمشاهدين، رح نتابع التقرير ونرجع لنعلق عليه. شو هي الأغذية يلي بتساعد على إنقاص الوزن؟ سلطات، باستايات، شغلات خفيفة بالخل والحمض والشغلات هي اللي بتذوب الشحوم بالجسم. إنقاص وزن يعني بده أول كل شيء يبعد عن السكر، السكريات بشكل عام والحلويات يعني هي كلها سكر ونشويات، وأكل الرز والبطاطا والمعكرونة والأشكال هي. أكثر سلطة بتنزل الوزن هي الجرجير، لأنه مادة الجرجير هي يعني هي فيها مرار شوي، كل شيء مر بينقص الوزن. لأنه الخضرة هي أساساً فيها فيتامينات سي، أهم فيتامين لازم يكون ياخذه الإنسان مشان يضل جسمه نشيط وحركة. هلا في الفواكه أكثر شيء يعني لما بدك تعمل ريجيم، الفواكه أو السلطات الخضرة بشكل عام. في موضوع الجريفون اللي هو كتير كتير مهم، بيحرق السكر وهيك شغلات، وممكن تاخذ الجريفون، الجريفون بيساعد على تكسير الشحوم. فواكه جمال يعني خاصة الفواكه، يعني بدل ما يتعشى الواحد في ياكل مثلا حب فواكه، فواكه مفيده جدا ومغذي بنفس الوقت وما تساوي سمنه. في ياخذ الواحد كل انواع الخضره كثير مفيده لانه بتعطيه عناصر غنيه بالالياف وبتساعده على تنقيص الوزن وبتعطيه احساس بالشبع، بتخليه انه ما يضطر ياكل الشغلات اللي فيها دسم كثير عالي ليتراكم الدسم عنده ويصير عنده ترهلات ويصير عنده وزن زايد وكتله دهنيه زايده. التخفيف اهم شيء، التخفيف شو بدك كل بالحياه بس خفيف. كل شيء فيه انه حامض او خضره هذا كله بيساعد على انقاص الوزن يعني. طب نحن عم نشوف كثير بهاي الفتره عالم عم صحتها منيحه يعني عم في دهون في شحوم في كذا، شو الاخطاء اللي عم يرتكبوها حتى عم تعمل عندهم تكديس هالدهون؟ يعني اكل اللحم الاحمر الزياده هذا بيعمل شحوم ثلاثيه، بيرفع الاسيدوريك كله، هذا بيعطي تكدس بالشحوم بالجسم. الرز، الخبز الزياده، هي بالنسبه انه ياكل بيقعد ما في حركه ما في شيء، ما بيساعد الاكل اللي بياكله انه يساعده بشيء خضره، يساعده بشيء حمض، بيساعده بشاي اخضر، زنجبيل. مثلا العشاء مثلا لازم يكون بسيط اكثر شيء، يعني ما يتقل كثير بالعشاء. الخطا الاول والشائع كثير انه العالم ما فيها تحرم حالها من عنصرين كثير مهمين وهن اهم يعني اكثر شغلتين بيأذوا الانسان بالحياه اللي هن السكر والخبز. انا بنصح اي حدا بده عنده وزن زايد انه اول شيء اذا ما في يحرم حاله فيه انه هدول العنصرين يخففهم قد ما في، لانه كثير خطيرين الخبز والسكر. يخف السكر طبعا، السكر بتسوي الجسم. مو شرط تاكل مثلا صحن قطايف عصافيري واحد ضيفك اياه، تاكل الصحن كله. الحل انه يعني يكون الاكل وسطي بين السلطات وبين الاكل العادي يعني. طب هلا بالريجيم، لما بده ينعمل ريجيم شو هو الوزن المثالي اللي نحن بنقول عليه انه عمل رجيم ووصل لوزنه المثالي سواء شباب او بنات؟ يعني هلا مثلا بالنسبه للبنات، هلا مثلا الوزن هو بينحسب على حسب الطول، يعني مثلا بنت طولها 165 بيكون وزنها 50-52 هذا الوزن المثالي. عندك الشاب يكون نسبة طوله نفس وزنه، يعني طوله مثلا 175 بيكون وزنه 75. بيختلف استقلاب الجسم من البنت للشاب. البنت يعني انا بقول انه هي اصعب تنزيل الوزن من الشاب، البنت اصعب وبتركض على الميزان كثير وهيك، لازم يكون في كثير حذر بكتابه النظام الغذائي، وبياكلوا شوكولا كثير، بياكلوا هالشغلات كثير. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع، يعني بناكل على الخفيف. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بيحب القرآن الكريم عم بيقول لك رب العالمين كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن المسرفين أخوان الشياطين. شو هذا آية قرآنية، يعني معناتها لا توكل كثير، خليك باعتدال. ما كما اعتدل الواحد بالأكل والشرب تلاقي وزنه صار طبيعي. طبعا شكرا لزميلنا غياث منصور اللي فعلا سأل أسئلة بتهم موضوعنا لليوم، وسمعنا رأي الشارع السوري اللي كله أكد على الفواكه على الخضار على الأكثر يمكن من اللحوم المفيدة، اللحم الأبيض لابتعد عن اللحم الأحمر اللي هو صار يعني نادر هالأيام لحتى يقدروا كل الأسر السورية يتناولوا بشكل سريع
شو رأيك بالاستطلاع؟ هلا أكبر أشياء في شغلتين أنا لاحظتها، نحن منروح منفحص على الأشياء العامة، السلطات هي اللي بتنحف والأكل الثاني هو اللي ما بينحف، الأكل السيء المكرر الأمور هي. السلطات شيء رائع جدا، لكن في شيء اللي بدينا ننتبه عليها لهالنقطة هي، مو أي معلومة بنعطاها بنقعد بنكررها مثل ببغانات. السلطات ممكن إنها تحافظ، مو بتنقص انقاص وزن ولا شيء، فيها نسبة ألياف عالية رائعة جدا، لكن للناس اللي عندها مشاكل عندها قولون بالليل، السلطات الورقية مدمرة للقولون. هاي اللي مننتبه انه انا حطيت عندي قولون وعندي حطيت خس وسبانخ وملفوف وارنبيط، تاني نهار بطني مثل البالون او مثل المنطار اذا كان بالليل. اذا كان والنقطة مننتبه انه نحن هلا المياه مو كتير نقية اللي عم تنغسل، يعني عم تجينا الخضروات الورقية مو شي صح، يعني بالنسبة لي اذا ما تغسلت وتنعمت جدا لمريض القولون ليلا انا لا انصح بالسلطات الورقية بفترة النوم، لكن انا انصح بمثلا برش الجزر، يعني انا لمريض القولون ببرش له جزر، ما بدي شيء ياخذ كثير عندي بالنسبه لي في شيء اسمه يتكاثر بكتيريا البطن، هي اول نقطه. النقطه الثانيه، العالم كثير بتربط الوزن المثالي بالطول، هي نظريه فاشله جدا اثبتها العلماء ولغوها بالعالم الغربي من سنه السبعينات لهلا، البلد لهلا بلادنا بالشرق الاوسط بيعتمدوها بيقوموا 100 سنتي وبيقولوا لك هذا الوزن المثالي. يوجد في العظم حسب طول والامور هي في شيء اسمه الكثافة العظمية وجدوا، ممكن انا لا اعطيكم اثنين بنفس الطول لكن هذا وزنه المثالي لا يناسب وزنه المثالي، هذا شيء اسمه مثل بالعامية الخشب العظمي. بكرة ان شاء الله في يعني احد يوم من الايام بدي احكي نعم عن السمنة العظمية، كيف الانسان يعرف يخلي هيكله العظمي يتواقف مع جسم سليم جدا. هل هو بدي يمسك منشار؟ هذا ان شاء الله في تساؤلات اكيد رح نحكي بهي المواضيع. دكتورة ما لا يمل من حديثك اكيد الشيق والمعلومات الهامة اللي عم تقدمي لنا اياها، نتشكرك كثير الدكتورة ثواب الغبرة، شرفتينا. يا اهلا وسهلا، شكرا كثير لك دكتورة.